بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما صابوا أصابوا الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي تورات مبسطة بتطول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وما أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون لتفئوا نور الله بأفواههم